تلقى نائب كسرواني نصيحة بتكثيف اتصالاته ولقاءاته مع المقربين والأبعدين ليكون جاهزاً في حال الانتقال إلى البلان بي في الملف الرئاسي. تخوف متابعون للتطورات السياسية الأخيرة من توترات في الشارع قد تعيد خلط أوراق الاستحقاق الرئاسي. رأى عاملون في كواليس الاستحقاق الرئاسي في اقتراع التيار في الجلسة 11 استمرارية للضياع وعدم رغبة في قطع شعرة معاوية مع الحلفاء.